الكريم. سي إلياس، كلمة للجمهور الكريم على المباشر، وانت حضرت المقابلة، كيفاش الشعور كان ديالك؟ الشعور ديالي بحال الشعور ديال هاد المواطنين كلهم والمواطنات، الشعور ديال المغربي مفتخر بلادو. شكرا شكرا. لا حنا غنشوفو. ما تخرجون ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارتاجيو الفيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنسوش تديرو جيم وتضغطو على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.